السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيسعدني أن أكون مجددا معكم زملائي زميلاتي الكرام. نتابع إن شاء الله في سلسلة All About Porcelain Laminate Veneer. نحكي إن شاء الله في محاضرة اليوم نتمم ما بدأنا من حديثنا عن Shade Selection، بعد أن استعرضنا قواعد مهمة في تحديد اللون وطريقة أخذ اللون وبعض الخصائص الفيزيائية والبصرية للون بشكل عام والإضاءة. نستعرض اليوم إن شاء الله في محاضرة اليوم مجموعة من الشيد جايدز الشهيرة وطريقة أخذ اللون الاحترافية للحصول إن شاء الله على اللون المطلوب وللريستوريشن وبالتالي أفضل نتائج مع البيشنت. خلونا نبدأ. بداية بدي أشير لوسائل التواصل الاجتماعي، سواء من خلال الروابط أو من خلال الباركود، لأي استفسار أو تواصل، لكني أتمنى أن تواصلكم أو استفساراتكم تكون عن طريق تعليقات في اليوتيوب إذا أمكن. أيضا بدي أكد على حاجتي لدعمكم لانتشار القناة وتعميم الفائدة من خلال اللايك، من خلال المشاركة والاشتراك. بعد ما نحن تناولنا هذه المقدمة النظرية الهامة لعملية أخذ اللون، خلينا نتعرف على بعض أشهر الشيد جايد. طبعا عندنا من أشهر الشيد جايدز اللي نتعامل معها جميعا هو الفيتابان الكلاسيك، واللي ظهر في عام 1983، بيعتمد على وجود الهيو والكروما، بيشبه طبعا أو يطابق دليل الألوان مع الأيفوكلار اللي بيعتمد نفس المبدأ. هو عبارة عن 16 لون من A1 ل D4، بيصيروا 20 إذا أضفنا لهم البليتش شيد جايد. بيرتب لي الهيو ضمن 4 مجموعات: A اللي بتكون بلون أصفر محمر، B بتكون بلون أصفر، وC بتكون بلون رمادي، والدي بتكون بلون رمادي مصفر أو محمر. أما الكروما فبيتم قياسها بالأرقام، تعطي فكرة عن درجة التركيز أو الإشباع للون اللي حكينا عنه، سواء A أو B أو C أو D. عادة مع هذا الشيد جايد ناخد الهيو أولا، بنحط الشيد جايد مثل ما قلنا من عند الحد القاطع، ودائما محبذ أنه نحن نتطلع على المنطقة الأكثر تركيز في السن، عادة بتكون الثلث المتوسط. نختار الهيو المناسب، وبعد هيك بنختار مثلا وجدنا انه الاي هي الانسب، بنختار بعد هيك الكروما. فهو مبدا هذا الشيد جايد بسيط، لكن الحقيقه في عنده بعض العيوب، منها انه الفاليو مش متضمنه، فبنضطر نحن انه نرجع نعيد ترتيب الشيد جايد هاد وناخذ اللون مره ثانيه وفقا للفاليو. الفاليو بهذا الشيد جايد مو مرتبه، يعني نحن ممكن نشوف البي 1 اللي هو ترتيبه السادس في الشيد جايد أفتح من A4 من A3.5، لأنه الترتيب هون يعتمد على الهيو. فبنرجع نرتب الألوان وفق الفاليو، من الأكثر فاليو للأقل فاليو، من الأفتح إلى الأغمق. فرح نمر من B1 للA1، B2، C1, A2, B2, A3, B3, A3.5, B4, D3, D4, C2, C3, C4, A4. هو بيمثل اللون بالهيو والكروما أغمق. وبعد ما بعد ما رتبهم بهذا الشكل، بنرجع بناخذ اللون من جديد بنفس الطريقه، وبنشوف اذا توافق اللونين فتقريبا اللون محدد بشكل دقيق. نحن عندنا خيارات انه ممكن نحن وعم ناخذ الفاليو نلاحظ انه الفاليو اللي بدنا اياها تقريبا اللون اللي اخذناه يعطيني فاليو اقل من السن الطبيعي، لانه الترتيب بهذا الشكل من الأفتح للأغمق بيخلينا أكثر قدرة على تمييز الفاليو. فممكن الشيد جايد اللي أخذناه على الهيو والكروما أنه نلاحظ أنه هو أعلى أو أقل فاليو. في حال كان الفاليو أقل من السن الطبيعي، أقل من الفاليو تبع السن الطبيعي، ولما أقول أقل يعني هو أغمق، لأنه هو نحن بنحكي عن كمية السطوع، فكل ما قلت كل ما كان السن أغمق. هون نحن لازم نختار الشيد بفاليو أعلى، يعني يكون أفتح أكثر بيضاضا أكثر سطوعا، لأنه نحن ما بنقدر نزود الفاليو، إحنا دائما بنقدر نغمق السن ما بنقدر نفتح. فنحن بهيك حالة الفاليو أقل معناتها هو أغمق، فما فينا نفتح. لو حاولنا نفتح هنلاحظ انه الفني حيعطيني ريستوريشن كتير جامدة، بسبب انه هو رح يضطر لحتى يحط الاوبيك بشكل اكبر، رح يعطيني اوباسيتي كبيرة، رح تعطي مظهر جامد، الريستوريشن مش رح يكون نشاز، ما رح يكون متوافق. اما في حال لو نحن لما اخذنا الشيد جايد، لما اخذنا عم ناخذ اللون على الفاليو ارينجمنت اللي حكيناه، لو لقينا انه الفاليو
للشيء التاب اللي أخذناه واللي اخترناه هو أعلى شوي من السن الطبيعي، هون نحن عم نحكي عن سن أفتح. هون نحن معناتها الريستوريشن رح يطلع أفتح شوي، بهيك حالة يا أما بنرجع بناخذ فاليو أقل، يعني رح بحيث يكون أغمى شوي التاب شد تاب، أو أنه نحن ممكن نعتمد على التلوين أو الستينينج من قبل فني، بنقدر مع فني الأسنان أنه غمي السن مثل ما قلت ما بنقدر نفتحه. فلما يكون في عنا حيرة في بعض الأحيان مع أخذ اللون، يفضل نأخذ اللون أفتح قليلا وليس العكس. طبعا لما نأخذ الفاليو بنأخذ بطريقة مختلفة عن اللي أخذنا فيها الهيو والكروما، بنعمل نختار لون بعين نصف مغمضة مثل ما قلنا الرودز أو العصي هي مسؤولة عن تمييز الفاليو وهي بتنشط في أجواء الإضاءة الخافتة. فهون نحن محبذ أنه نستخدم إضاءة خافتة أو نستخدم أنه نحن نغمض عيننا نصف تغميض بحيث يكون الضوء المتسرب للعين أقل. طبعا هون في ملاحظة ضروري جدا أنه نحن نذكرها، أنه عادة أسنان البشر في 70% منها الأغلب بيكون ضمن الهيو A، حوالي 20% ضمن الهيو دي، وحوالي 10% ضمن الهيو بي وسي. لو نحن عم ناخد لون وجدنا انه عم يتم دائما اختيار بي او دي بشكل متكرر او سي، معناتها نحن في عنا مشكلة في مصدر الضوء، لازم نشك في مصدر الضوء، لانه مثل ما قلنا دائما مع الهيو اي هي الاكثر شيوعا. دليل الالوان او الشيد جايد الثاني اللي كمان كثير الاستعمال وشائع استعماله هو الشيد جايد الفيتا 3 دي ماستر. الفيتا 3 دي ماستر بيعتمد طريقه اكثر دقه في تحديد اللون، فهو بيقسم الالوان الى خمس مجموعات 1 2 3 4 5. التقسيم هذا بيعتمد الفاليو، المجموعه الاولى دائما اللي هي الرقم اللي بيسبق الليتر هي بتشكل الفاليو 1 2 3 4 5. بعد الرقم الاول بيجي الحرف اللي بيمثل الهيو. حنشوف بكل مجموعه عندي 3 هيو ال ام ار، طبعا ما عدا الجروب 1 ما بيكون في عندي غير فقط الهيو ام، وايضا المجموعه 5 الاخيره. وبعد هيك بيعتمدوا بهذا الجروب على رقم ثالث بيكون بعد الرقم، هذا الرقم هو اللي بيمثل الساتوريشن. حنشوف انه مع كل فاليو مع كل هيو في عندي بالنسبة للهيو ام 3 درجات ساتوريشن او كروما، ومع الال والار عندي درجتين للكروما. مع الام بيكون 1 2 3، ومع الال والار بيكون 1.5 2.5. طبعا هذا ينطبق على المجموعة الثانية والثالثة والرابعة، لأنه الأولى والخامسة مثل ما ذكرنا فيها الهيو ام فقط. عملية أخذ اللون مع هذا الشيد جايد معكوسة عنها في الشيد جايد اللي حكينا عنه مع الكلاسيك أو مع الإيفوكلار كلاسيك. هون نحن بناخذ أول شيء الفاليو، بعدين بناخذ الهيو، وبعدين بناخذ الكروما. فهون نحن بنبدأ ناخذ الفاليو، بناخذ التاب ام، بنشيل الار والال، بناخذ التاب ام من كل مجموعة من مجموعات الفاليو. صار عندي المجموعة الأولى فيها الـ 1M1 والـ NM2، المجموعة الثانية عندي 2M1 2M2 2M3، المجموعة الثالثة 3M1 3M2 3M3 وهكذا. بنحطهم جنب أسنان المريض وبنختار منهم الفاليو المناسب، بنختار يعني المجموعة اللي بنشعرها أقرب للشيد of the tooth. بعد ما حددنا الفاليو، لنفرض مثلا نحن قررنا أنه التو المجموعة الثانية هي الفاليو المناسب للأسنان، فإحنا حناخد 2M1 2M2 2M3 لحتى نحدد الكروما. حنحطهم أمام أسنان المريض مشان نحدد الكروما، والكروما هي الرقم الأخير مثل ما قلنا، هذا الرقم الأول الفاليو والرقم الأخير الكروما. لو افترضنا مثلا نحن قررنا أنه 2M2 هو المناسب، ننتقل للخطوة الثالثة اللي هي نحدد الهيو. حنرجع الR والL، نحن طالما اخترنا 2M2 فنحن بنحط 2M2 و2R2.5 و2L.5، وبنختار منهم اللون النهائي. لو اخترنا نحن 2M1 حنحط 2M1 و2R1.5 و2L1.5. لو اخترنا 2M3 حنختار برضو 2R2.5 و2L2.5. هون نحن بنحطهم جنب بعض وبنرجع وبنقدر ناخذ بالضبط اللون اللي مطابق للون الأسنان. هاي الطريقة أكثر دقة وبتخلينا نقترب بشكل كبير من الشيد جايد للأسنان. مو بس هيك، الطريقة هاي عندها قدرة حتى مرونة إنه نحن في حال وجدنا مثلا نحن عم نختار اللون إنه الفاليو صايرة بين الاثنين والثلاثة،
يعني بين 2M2 وبين 3M2. ممكن نحن نكتب للفني 2.5M2، حيفهم هو انه نحن بدنا فاليو بين 2 وال 3. بنفس الطريقة لو نحن آخر الخطوة الثانية ونحن عم ناخد الكروما، وجدنا مثلا انه الكروما هي بين 3M1 و 3M2، مو جاي مع هدول بالضبط، فبنكتب 3M1.5، حيفهم الفني انه نحن الكروما هي تقريبا بين ال1 وال2. ايضا على مستوى الهيو ممكن نحن لو حسينا انه الفاليو والكروما صح بس الهيو مو 100%، ممكن نحن نحدد للفني انه اللون هو 3M2 3L2.5. هذا الشيء ممكن يساعده في عملية الستينينج، طبعا بالإضافة للصور انه نحن نرفق الصور للفني، فمن الضروري انه نحن نرسل للفني صورة الأسنان بالضوء الطبيعي وصورة بفلتر الأبيض والأسود مشان يحدد الفاليو الاوباسيتي والترانسلوزنسي للأسنان، وحبذا لو في فلتر ثالث كمان اللي هو البولارايزد فلتر. البولارايزد فلتر ممكن نشوفه ببعض التطبيقات، بيعطيك الصورة بدون انعكاس للضوء، بيقلل انعكاس الضوء على الأسنان، فبيعطيني صورة مت للأسنان، بتساعد انه كمان الفني يميز بشكل كبير الكروما للأسنان. ايضا مهم نحن انه ناخذ الشيد جايد اوف ذا دينتين باستخدام الدليل تبع الستامب شيد جايد. والستامب شيد جايد مثل ما انا شايفين مثلا من ايفوكلار اندي 1 للاندي 9 بيعطيني كل الالوان المحتمله للدينتين. فائده هاي الصور بالفلاتر اللي حكيتها مع الشيد جايد الستامب شيد جايد انه ناخذ صور الدينتين او الشيد اوف ذا دينتين بتاخذ اهميه كبيره، خاصه لما نستخدم الليثيوم دي سيليكات او الايماكس او غيرها من الجلاس سيراميكس اللي تستخدم في صناعه الفينيرز، فبصير قادر الفني انه يعرف بالضبط لون الدنتين، وبصير الفني ايضا عنده الصور بالاضافه لسماكه التحضير اللي مهم انه نعطيها. كل هاي المعلومات راح تخليه قادر انه يعطينا اللون اللي نحن نختاره، لو نحن مثلا قلنا له بي ال 4 بي ال 3 ولون الدنتين اي 2 واي 1 غير لما نقول له B1 B2 غير لما نقول له D1 D2 ويكون لون الدنتين ND1 ND2 غير لما نقول له لون الدنتين ND6 ND7. هون حيختار الاوباسيتي تبع السيراميك، هل هي هاي اوباسيتي HO ولا MO حسب برضو شو بدنا جماليات. فمجموعة من العوامل مهمة جدا الحقيقة نعطيها للفني لحتى نحصل على الشيد جايد الملائم. المحاضرة القادمة إن شاء الله لما أحكي عن أنواع البورسلين وندخل في الجلاس سيراميكس أوضع سيناريو أتمنى أنه من خلاله نقدر نصير نعرفين بالضبط الطريقة اللي بيتم فيها أخذ اللون والطريقة اللي بنحصل فيها على الشيد اللي بدنا، خاصة من الجلاس سيراميك whatever السيرفيس اللي عم نشتغل عليه، هل هو دينتين ولا كور دارك دينتين ولا لايت دينتين، ونعرف متى منسمك التحضير وإمتى منقلل التحضير إن شاء الله في المحاضرة القادمة. طبعا أيضا الشيد جايد تبع البليتشينج لحتى في حال نحن بدنا ناخذ الوان افتح من الالوان الطبيعيه الموجوده في الشيد جايد العادي. بالنسبه للشيد سيليكشن اللي بيعتمد على التقنيه، نحن عندنا 3 تقنيات تقريبا بالنسبه لاخذ اللون بطريقه الالكترونيه. عندنا الاجهزه بتعتمد على قياس اللون او الكالر ميتري مثل الشيد فيجن، بتعتمد على انه هي بتقيس لي كميه اللون وكميه الامتصاص الضوء بالنسبه لمحلول شفاف كنقطة مرجعية بتاخدها، هي أقل دقة من باقي الطرق. من الأمثلة عليها الشيد فيجن. أما التقنية الثانية فهي بتعتمد على مبدأ السبيكترو فوتومتري، كمية امتصاص الضوء وانعكاسه من قبل أي أوبجكت مثل الإيزي شيد من فيتا، بتعتمد وبتعطيني الشيد جايد سواء بالكلاسيك فيتا شيد أو بالفيتا شيد 3D ماستر، بتعطينا القيمتين. أيضا عندي من الأمثلة عليها أيضا السكانرز والأجهزة الريد جرين بلو اللي بتعتمد على مبدأ نفس مبدأ الكاميرات الرقمية الحديث. الآن حتى في بعض الأجهزة فيها كومبينيشن. ف هذا تقريبا يعني ملخص لمعظم ما يهمنا في عملية الشيد سيليكشن. أتمنى محاضرة اليوم كانت مفيدة، مجددا أتمنى أنه تدعمونا من خلال اللايك ومن خلال الاشتراك والمشاركة، تعميم المحاضرة على أكبر قدر من الزملاء، تعميم الفائدة. أيضا تواصل من استفسار، لو في حال وجود أي استفسار أو اقتراح ممكن تواصل معي من خلال وسائل التواصل اللي عرضتها. أشكر لكم استماعكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.